الوجود ما بيترتبش على إدراك الوجود. ونيجي نقوله طب روحك اللي بها كيانك وبها اللي إذا انسلخت كده أصبح الإنسان رمة. طيب إزاي شفتيه؟ طيب دقته؟ سمعته؟ شمته؟ لمسته؟ ولا شفت أي. فهم هذا مخلوق أنت به كائن ومع ذلك لا تدركه ولا تعرف تكوينه ولا تعرف أين هو من نفسك، في راسك في رجلك في مناخيرك، ما فيش مكان أولى به من مكان، وهو موجود. وهو فإذا حدثت بعد ذلك إن في خلق لله من الملائكة هو يخاطبهم، وهو لأنه هو اللي خلقهم، هو اللي إيه يخلقهم. قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. في ناس يقول لك ايه الاخبار ده من الله والملائكه يعترضوا وبتاع. في فرق بين الاعلام بما اراد وبين الاستشاره فيما يريد. ده هو قال اني جاعل مساله، يعني كانه بلاغ. كانه بلاغ من مين؟ بلاغ من الله انه جاعل في الارض خليفه. سالوش عن الارض، سالوش عن كلمه خليفه يعني ايه. يبقى إذا فهموا مراد الله بقوله الأرض، تبقى الأرض كانت موجودة قبل كده وصحيح هو قبل ما يخلق أوجدها، وفهمين خليفة يعني إيه، بدليل أن الاستدراك مش على واحدة من دول. قالوا له إيه الأرض دي وإيه معنى خليفة، ما سألوش عن المسائل دي، إذن دي معاني معروفة لهم مش كده. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. كأنهم إما أن يكونوا قد قاسوا ذلك الخبر بأنه حيخلق في الأرض خليفة بما كان على الأرض، يعني حد حيجي تاني وشافوا منه إفساد برضه، شافوا منه إيه، فكأنهم قالوا يا رب حنرجع تاني للتجربة زي ما احنا بنقول في أي أمر تاني، مش بنقول كده تاني، هي تاني دي، هي دي. ربنا ما بيشرهمش، ربنا بيخبر. ليه؟ وانا قلت لكم ان اخبار الله لهؤلاء الملائكه لا يعني جنس الملائكه اجمعين، وانما يعني من لهم في هذا الخليفه صله، ومن لهم به شيء من التدبير، كالمدبرات امرك الحفظه كالراقب والعتيد. اذن الكلام ان دول يبقوا يشهدوا هذا الشهد عشان ما يفاجئهمش مين، ما يفاجئهمش المخدوم من الملائكه، هو ده اللي حينخدم، هم دول اللي حيكونوا في ايه، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله، صادر ذلك من امر مين، من امر الله. يبقى اذا اللي قال لهم اسجدوا، ده السجود ده معناه منتهى الخضوع التسخيري لهذا الخلق، بانهم يعملوا له كل حاجه، يدبروا له كل حاجه. اذا يبقى المراد بالملائكه في قول الله واذ قال ربك للملائكه، الملائكه اللي لهم صله بمين، من صلة العبد دي. إنما أنا قلت لكم في الملائكة المهيمون ولا دارين عن آدم دي ولا هو وإيه ولا لهم شغل إلا مين، إلا بالمولى، ولا لهم علاقة بالمولى. ولذلك حيقول للإبليس أستكبرت أم كنت من العالين. أنت استكبرت عن أنك أنت تسجد لآدم، ولا أنت فهمت نفسك أنك من العالين الذين لم يشملهم الأمر، مش داخلين في التسخير هنا. لان الاستكبار ان كان من يبقى ملهاش دعوه ام كنت من العالين، لان لما اقول له كذا ام كذا يبقى دي غير دي. فلو ان العالين يعني مستكبرين تبقى ما تنفعش. يبقى انت استكبرت ام تسجد، يعني شملك الامر ولكنك ظننت انك من العالين الذين لم يشملهم الامر، لانك انت طاووس الملائكه واخد زهو واخد مش عارف ايه، فهمت انك انت يعني واذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه.